التطبيقات الكتابية أنجز على دفتري. أولا، أحول الفعل أكل حسب الضمائر في الماضي والمضارع. الماضي: أنا أكلت، أنت أكلت، هو أكل، هي أكلت، نحن أكلنا، أنتما أكلتما. المضارع: أنا آكل، أنت تأكلين، هو يأكل، هي تأكل، نحن نأكل، أنتما تأكلان. ثانيا، أحول حسب الضمائر في الأمر. أنت خذ، أنت خذي، أنتما خذا، أنتم خذوا، أنتن خذنا، أنت اسأل، أنت اسألي، أنتما اسألا، أنتم اسألوا، أنتن اسألن. ثالثا، أكمل الفقرة بالكلمات الآتية: جانب، نحو، قبيل، فوق، صباح، تحت. استيقظت صباح يوم الأحد، تناولت فطوري ووضعت محفظتي فوق ظهري، ثم اتجهت نحو الحديقة التي توجد جانب منزلنا. جلست تحت شجرة وراجعت دروسي، ثم عدت إلى المنزل قبيل الظهر. رابعا، أحاكي الأسلوب الآتي: لا تقلق، كن مطمئنا، سأعمل بنصائحك، لا تيأس، كن متفائلا، سأساعدك. خامسا، أضع علامة في أمام ضد كل كلمة: يمين ضدها يسار، سرعة ضدها بطء.